مساء الخير مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم. حلقه جديده من المواجهه اكون مع حضراتكم على مدار هذه الساعه. انا لما جبريل. ما فيش شك انه التنظيمات الارهابيه المتطرفه بتستخدم اساليب متنوعه للتاثير على تابعيهم عشان تقدر تسيطر على تفكيرهم وجعلهم طول الوقت مرتبطين بشكل قوي جدا بيها، وتقدر تستمر في جعلهم منسقين وراها لا حول لهم ولا قوه وبدون حتى اعمال العقل. طول الوقت بتقدر باستراتيجيات مختلفه انها تغسل الادمغه وتغرس بس الافكار والمعتقدات المتطرفه جواهم وبدون اي تفكير او حتى اراده من هذه الاطراف. عشان نقدر نطلع بشكل اكبر على طبيعه اساليب التنظيمات دي في التاثير وازاي ممكن يوصل بهم التطرف الى حد استخدام المخدرات ساعات لتغييب عقول المنتمين لهم طول الوقت، هيكون معايا في الاستوديو ضيوفي الكرام دكتوره شيماء سيد عباس المدرس المساعد بجامعه الازهر، والدكتور تامر عويس الباحث بوحده الرصد باللغه الاسبانيه بمرصد الازهر لمكافحه التطرف. لكن قبل ما نبدا هذا الحديث وهذه المواجهه لهذه الليله، ادعو حضراتكم لمشاهده هذا التقرير واكون في انتظار حضراتكم لبدء هذا الحوار مع ضيوفي الكرام. يجلس خلف شاشة الكمبيوتر يتابع بدقة تحركات الآخرين، يتحسس رغباتهم ويبحث مناطق ضعفهم ومناطق قوتهم. يفكر في طريقة اختراق أخطر الأعضاء البشرية، العقل. يستعين بمتخصصين في تحقيق هذه المهمة، يضع الخطة ويغلق جهازه منتظرا اللحظة المناسبة للتنفيذ. هكذا تدار عمليات غسيل المخ داخل التنظيمات الإرهابية، والتي لم تتم عبثاً أو مصادفة، بل كان لها دائماً متخصصون في هذا المجال الذي يعمل على تغييب العقل وسيطرة التيار المتطرف عليه حتى يصبح أداة سهلة يمكن تحريكها وفقاً لقادة التيار. ويعتبر موقع فيسبوك أكثر وسائل التواصل الاجتماعي استخداماً بالإضافة إلى تويتر ويوتيوب في تجنيد المتطرفين، واستطاعة استخدامها في التلاعب بالخطاب الموجه للآخرين وتوجيهه بما يخدم أيديولوجية الجماعة المتطرفة من خلال اللجان الإلكترونية التي قامت بإنشائها لتحقيق هذا الغرض، وعملت على استخدامها لنشر أفكار الجماعة والتشكيك في الآخرين. ويستمر عمل قسم غسيل المخ بالتنظيمات الإرهابية من جيل لآخر، كونها أهم أعمدة بقاء تلك الأنظمة على قيد الحياة، وتستخدم الإعداد النفسي وتغيير المفاهيم والتشكيك في كل شيء كأدوات عمل لها. ويتعدد استخدام كافة التطبيقات الحديثة من قبل التنظيمات الإرهابية لاختراق عقول الأشخاص والتأثير فيها، مع نشر أفكار ترهيب وترغيب تعتمد على إثارة الفضول حول التنظيم أو الحركة، لتتبعها ما يسهل عمليات الاستقطاب فيما بعد. في فقرتنا الآن سوف نتناول أهمية إعمال العقل ودوره في حماية الإنسان من التطرف، وكيف تقوم التنظيمات المتطرفة بعمليات غسيل المخ ليصبح المتطرف مسلوب العقل مقلداً وتابعاً لأحد التنظيمات المتطرفة وقادتها، فتابعونا. من جديد برحب بحضراتكم، وطبعا برحب بضيوفي الكرام في الاستوديو دكتوره شيماء سيد عباس المدرس المساعد بجامعه الازهر، ودكتور تامر عويس الباحث بوحده الرصد باللغه الاسبانيه بمرصد الازهر لمكافحه التطرف. برحب بحضراتكم. خليني ابدا مع حضرتك دكتوره شيماء، تحديدا الدراسه اللي حضرتك رصدتي من خلالها اساليب التنظيمات الارهابيه في تغييب العقول، ايه اهم المحاور اللي استندتي عليها خلال هذه الدراسه؟ تمام. اولا انا استندت على ان التنظيمات الارهابيه علشان تقدر تخلي انسان سوي عادي يتحول لارهابي، يتحول لشخص غير متزن، يقوم باي عمل ارهابي، يفجر، حتى ممكن يوصل بالامر انه يقتل احد اقربائه. بالظبط. فده التنظيمات المتطرفه بتعتمد على عدد من الاستراتيجيات او الخطوات اللي بتقوم بيها علشان تحوله بالطريقه دي. اهمها كان اللعب على وتر العاطفه الدينيه او استثاره المشاعر الدينيه،
وده بيكون ازاي؟ اولا يعني وسائل التواصل الاجتماعي خدمت التنظيمات الارهابيه بطريقه كبيره جدا. تقريبا 80% من اللي انضموا لتنظيم داعش على سبيل المثال كان عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. 80% دي نسبه كبيره جدا، ودي طبقا لعدد من التقارير الصادره عن ديلي ميل وعن الاسوشيتد بريس الامريكيه بتاكد الكلام ده. ففعلا نسبه كبيره جدا. ازاي قدروا يحصلوا على النسبه دي او ازاي قدروا يسيطروا عليها؟ لا، ده كان عن طريق اللعب على الناحيه الدينيه، ودي كانت اكتر حاجه فعلا التنظيم اتاثرت فيها وفضلوا مستندين على الفكر اللي قدرت تزرعه فيهم من خلال الطريقه دي. ازاي ده بيتم؟ ده اولا هم بيركزوا مع الشاب الجاهل دينيا او اللي عنده اميه دينيه ومش عارف يوصل هو هيجيب المعلومه الدينيه منين. فهم وضعوا نفسهم او قدروا يستقطبوه عن طريق الناحيه دي. مثلا بيبداوا يحمسوا عن نصرة المسلمين، أطفال، معاناة الأطفال المسلمين في أماكن الصراع، المتاجرة بقضايا إنسانية، بالإضافة للمصطلحات اللي هم بيستخدموها وهم بيجذبوا الشاب ده بتبقى مصطلحات براقة جدا، بتبقى مصطلحات بتؤثر على العاطفة، زي مثلا دار الكفر ودار الإسلام وجيش العسرة والخلافة، استعادة الخلافة على منهاج النبوة، الحاجات دي كلها والألفاظ والطريقة بتؤثر جدا جدا في العاطفة أو في الشاب اللي هو أصلا ما عندوش وعي ديني لكن هو عايز ينصر الدين بالطريقة دي. في وقت مثلا تنظيم داعش الإرهابي كان بيعتمد بالإضافة للتأثير القولي أو الاستدراج، مش هقول ده، هقول العنصر الإرهابي ده عن طريق الحاجات دي، كان بيعتمد أيضا على بعض المقاطع المرئية على الأناشيد الحماسية. وللأسف يعني رصد مرصد الأزهر أن بعض النساء اللي انجذبوا للطريق ده أو للفكر ده كانت بتقول أن أنا توصلت للجماعة دي عن طريق الأناشيد الحماسية، يعني بتقول أنا سمعت الأناشيد فأثرت فيها جدا. طبعا حضرتك المؤثرات الصوتية والأسلوب اللي بي 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 بيعملوا به الحاجات دي بتؤثر على العاطفة فأثرت عليهم وما عندهمش وعي كافي. فبتقول أن أنا بس لما توجهت للتنظيم ده وجدت العدل ظلم والحسن المعاملة امتهال واستعباد. فهو مش كل ما يقال لهم بيلاقوه. طيب هي هو الجماعات دي قدرت تسيطر او استثارت العاطفة، ايه اللي بيحدث بعد ما بيستثير العاطفة؟ للأسف في بعض الشباب ممكن ما ينتموش تنظيميا للفكر للتنظيم ده لكن بينتموا انتصار ليه، بينتموا للفكر فكريا بالظبط. فبيقوموا بعمليات ارهابيه بطريقه منفرده، ودي بتسمى الذئاب المنفرده. بالظبط، هو ان الشخص بيقوم بعمل ارهابي بس دون ان ينتمي تنظيميا. دي يمكن في اخر حوادث حدثت دي كانت الاكثر شيوعا استراتيجيه اللون وولفز او الذئاب المنفرده. بالظبط، والتنظيمات الارهابيه بالنسبه لها شايفه ان الذئاب المنفرده دي حاجه بتخدمها جدا لان طب. بالنسبه لها اقل تكلفه طب. اكثر في عدد الضحايا، كمان خطره جدا لان صعوبه ترقب الشخص ده. يعني هو انا مش بحارب تنظيم ده، انا بحارب كمان ده في افراد بتنتمي فكريا للتنظيم بتحاول انها تبث الفزع والرعب. انا هرجع لحضرتك في المقال لانه او الدراسه، لان حضرتك كمان يمكن ذكرتي العديد من الأذرع للتنظيمات دي بما فيها عمليات التخويف أو حتى الوصول للمخدرات في بعض الأحيان، لأن هم حتى يعني فكرة الإسلام والدين والصورة اللي بيحاولوا يصدروها، لا هم كمان بيستخدموا بعض المواد المخدرة للتأثير على الشباب بشكل أو بآخر. دكتور تامر، خليني أسأل حضرتك عن دور مرصد الأزهر. حين الأزهر في الفترة الأخيرة كان له دور قوي جدا على السوشيال ميديا لمواجهة الفكر المتطرف وبلغات مختلفة، يعني بيخاطب الشباب بلغات مختلفة. احنا كان زمان نقعد نقول لا الأزهر محتاج يبقى بإنجليزي وفرنساوي واسباني، لا بقى فيه لغات مختلفة تخاطب الشباب، لأن احنا شفنا في السنوات الأخيرة تجنيد أو استقطاب شباب كمان من الأجانب يعني. فدور المرصد إيه وبتستهدفه إيه؟ نعم، بالفعل حصلت يعني في الفترة الأخيرة طفرة شديدة في مؤسسة الأزهر الشريف بشكل عام، وذلك من خلال تدشين مرصد الأزهر لمكافحة التطرف باللغات الأجنبية. نعم. في البداية يعني أود أن أشير إلى أن مرصد الأزهر لمكافحة التطرف يضم مجموعة كبيرة من الباحثين المتخصصين في المكافحة الفكرية ضد التنظيمات الإرهابية والجماعات الإرهابية والأفكار المتطرفة، وذلك بفضل يعني إجادتهم التامة للغات الأجنبية
وفي الوقت ذاته يعني إلمامهم بقدر وافر من العلوم الشرعية التي تمكنهم من رصد الفتاوى المشبوهة التي تبثها التنظيمات الإرهابية والرمية إلى استقطاب الشباب ويعني ضمهم إلى صفوفهم للقتال إلى جانبهم. لذلك يدوم مرصد الأزهر العديد من اللغات الأجنبية، منها الإنجليزية والفرنسية والألمانية والأردية والفارسية وغيرها من اللغات الأجنبية، وتسعى جميع تلك الوحدات إلى تحقيق الأهداف التي ينشدها المرصد باعتباره عين الأزهر الناظرة على العالم، كما أطلق عليه فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب في عام 2015 أثناء افتتاح هذا المرصد، وذلك من خلال يعني العمل على مدار الساعة من خلال تقارير يومية وتقارير أسبوعية وشهرية وتقارير خاصة وحملات توعوية لتوعية الشباب من خطورة الوقوع في براثن التطرف والجماعات الإرهابية المتطرفة، وبث تلك التقارير وتلك الإصدارات عبر منصات المرصد المختلفة سواء على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر أو على بوابة الأزهر باللغة العربية وباللغات الأجنبية أيضا. هل بتخاطبوا عمر بعينه؟ لأنه أعتقد من سن 12 ل 18 سنة يمكن ده رائج بينهم بشكل كبير، ويمكن ده من أيضا الأخطر أو الأخطر يعني من حيث الاستقطاب. هل بتخاطبوا أعمار معينة يا دكتور؟ بالفعل، وده قائم على دراسات يعني تتبعتها وحدات الرصد المختلفة، لأن هناك بعض المعاهد البحثية أجرت مجموعة من الدراسات وأكدت على أن يعني جل المقاتلين أو الأفراد الذين انضموا إلى الجماعات المتطرفة جل أعمارهم تتراوح ما بين 17 و27 سنة. الأمر الذي تطلب علينا مخاطبة هذه الفئة بلغة معينة، تمام. وكذلك أثناء الرصد نحاول أن يعني نرصد تلك الفتاوى الفكرية، ونحاول أن نصيغ بعض الردود الشرعية المبنية على المنهجية الوسطية المعتدلة التي تتبناها مؤسسة الأزهر الشريف في مخاطبة تلك العقول. لذلك يعني تعنى وحدات الرصد بمتابعة جميع ما ينشر حول التنظيمات الإرهابية المتطرفة وما تبثه من أفكار مغلوطة حول الإسلام والمسلمين والرمية كما قلت لحضرتك إلى استقطاب الشباب وتجنيدهم لتنفيذ مخططاتهم الإجرامية سواء في مناطق النزاع في سوريا والعراق أو حتى في الدول الغربية التي يقطنون فيها. الاستراتيجيات أو مخاطبة الشباب هل بتختلف إذا كان أنا بحاول أتكلم مع شاب أو فتاة، ولا الأمر واحد إذا كان دي الفئة العمرية واحدة؟ هي كما قلت لحضرتك 85% يشكلون هذه النسبة العمرية التي كنت يعني ذكرتها لحضرتك سلفا، ولكن نعم من منذ سن 17 حتى 27. ولذلك نحن نحاول أن نخاطب كل العقول، ولكن نحاول يعني بلغة شبابية إن صح القول، وذلك من خلال مجموعة من الحملات التوعوية التي نصدرها باللغة العربية وكذلك لتوعية بالفعل يعني شباب وطننا الحبيب، وكذلك أيضا باللغات الأجنبية، حيث أننا نجد أن لكل وحدة من الوحدات المختلفة لها منصتها التي تنشر عليها إصداراتها باللغة الخاصة بها على فيسبوك وعلى تويتر، وكذلك أيضا على بوابة الأزهر الإلكترونية. فهناك تنوع، يعني هناك يتم نشر مجموعة من المقالات، مجموعة من الدراسات البحثية، مجموعة من الحملات التوعوية. قد يتطلب الأمر عمل زيارات ميدانية سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الدولي. في هذه النقطة تحديدا الزيارات الميدانية دكتور شيماء، خليني أسأل حضرتك، الإسلام أصله إعمال العقل، هل وعادة لما بنتابع يعني أي من هؤلاء الإرهابيين بنلاقي أنه ما فيش خطاب على قد ما هو بيسمع نصوص قرآنية بالضبط. هل في خطورة أن احنا نوعي الشباب مش لحرية التفسير ولكن لإعمال العقل في تفسير النصوص؟ بصي حضرتك، أنا الجماعات المتطرفة قضية إعمال العقل عندهم طبعا هي مرفوضة، لأنهم بيعتمدوا على مبدأ السمع والطاعة، فهو ده الفكر الثابت عندهم إن أنا لازم أسمع وأطيع وأتبع القائد، وده طبعا
يعني تقريبا شتى الجماعات المتطرفه، مش جماعه معينه. الجماعات المتطرفه اخذت الاحاديث والايات القرانيه اللي بتتكلم عن يعني مثلا قوله تعالى اذ قلتم سمعنا واطعنا، او قول النبي صلى الله عليه وسلم انا امركم بخمس، الله امرني بهن السمع والطاعه، او حتى استدلالها بحوادث باحداث تاريخيه واسقاطها اسقاط تعسفي على ارض الواقع لترسيخ فكره لا انا ما اعمل لا اعمال العقل، انت بتسمع فقط، والا اعمال العقل يترتب عليه هزيمه التنظيم، ضياع الهدف الذي نحلم به وهو الخلافه المزعومه اللي هم بيحلموا به تحقيق او هذا الخليفه، يعني اللي هم بيقولوا ان احنا بنتبعه. الانسان ممكن يعمل عقل، اه طبعا اعمال العقل مطلوب، لكن في اسس وفي ثوابت. يعني انا مطالبه باعمال العقل في الدين، النبي امرني بكده، يعني احنا عندنا الادله القرانيه والاحاديث بتؤكد على كده. مثلا في احد المعارك لما النبي صلى الله عليه وسلم اختار موضع للمعركه، فساله الصحابي هل هذا الموضع انزلكه امرك الله به ام هو الراي والمشوره؟ فالنبي رد عليه قال لا، بل هو الراي والمشوره، فاختار موضع اخر. في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم امر بكده، ان احنا المفروض بنعمل العقل، لا نسير خلف الناس بمسلوب الاراده، لا فكر لا وعي. فده بيختلف طبعا مع الفكر اللي بتزرعه التنظيمات المتطرفه. هي بتاخد النصوص الدينيه او الاحاديث من بتقتطعها من سياقها، علشان هي مش عشان اعمال العقل عندهم، هم عايزين يخدموا فكره معينه بيرسخوا لهدف عندهم. ان هم طبعا لو مع من معهم يعني من العناصر الارهابيه بتعمل عقلهم، اذا هم مش هيلاقوا او مش هيستطيعوا خدمه اهداف التنظيم. فطبعا هو مرفوض عندهم اعمال العقل. لكن هل الاسلام امر بعمل العقل؟ نعم، والا ما كانت وجدت العديد من المدارس، التفسير، تفسير بالراي والتفسير بالماثور، حتى في عهد النبي نفسه كان الصحابه احيانا بالضبط مع النبي صلى الله عليه وسلم في اكثر من موضع، وربنا قال وامرهم شورى بينهم. فمبدا الشورى هو مبدا قراني اصيل. ومبدا امتى يا دكتور تامر استخدم اعمال العقل رغم وجود نص مباشر؟ لانه الامر ده حدث في اكثر من واقعة. نعم. قديما او تاريخيا في الاسلام. نعم، يعني طبعا عملية العقل في حد ذاته هي نعمة كبيرة من الله سبحانه وتعالى، تكريم الإنسان يعني. نعم، وأن والإسلام يعني أعطى يعني أهمية بالغة للعقل باعتباره هو مناط التكليف، وباعتباره أيضا يعني مقصد عظيم من مقاصد الشريعة الإسلامية، وحست يعني جميع الشرائع السماوية حست على حفظ العقل باعتباره أحد الكليات الستة التي يجب حفظها. ويعني إذا يعني حاولنا أن نتصفح الآيات القرآنية نجد أن هناك رسالة واضحة من الله سبحانه وتعالى يعني يخاطب بها المسلمين بالتأمل ويعني والتعقل والتفكر والتدبر في ظواهر الكون الدالة على وحدانية الله سبحانه وتعالى وعلى يعني معجزاته في الكون. فنجد يعني الكثير من الآيات القرآنية يعني في صدر الآيات وفي آخرها يقول الله سبحانه وتعالى أفلا تعقلون، لقوم يعقلون، لقوم يتفقهون، لقوم يتفكرون، وغيرها من الآيات الكريمة. كذلك نجد أيضا أن الشريعة الإسلامية حثت العلماء على إعمال العقل، وذلك لاستنباط الأحكام من الأدلة التفصيلية، وعلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني نذكر حديثة حينما يعني حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه حينما بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فيعني قال له بما تقضي يا معاذ؟ قال له بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال فبسنة الله، فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد؟ قال فأجتهد رأيي. فقال صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يجب أن نعلم أن الأديان السماوية جمعاء لم تأتي لشقاء الإنسانية، ولكنها جاءت لإسعاد البشرية. يقول الله سبحانه وتعالى طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، إنما يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يخير بين أمرين كان يأخذ بأيسرهما ما لم يكن إثما، فكان إثما كان أبعد الناس عن. يا دكتور أزرع ده إمتى؟ أزرع ده إمتى يا دكتور في الأطفال؟ في أي سن أنا محتاجة أقول له اشتغل، شغل عقلك في عندي نصوص وفي عندي سنة وفي عندي الكثير من الوقائع الدينية اللي بنبني عليها الكثير من شكل حياتنا اليومية، بس ما خوفوش من هذه الفكرة، من فكرة أنه يشغل عقله في التفسيرات، لأنه ده جائز يجوز. إمتى أزرع ده؟ نعم، يعني احنا لو حاولنا نتصفح مثلا ده بيتم عن طريق المناهج التعليميه،
وإذا يعني حاولنا تدقيق النظر في المناهج التعليمية خاصة في المعاهد الأزهرية نجد أن هناك تطورا كبيرا في عملية تطوير المناهج التعليمية والتي تحاول يعني تربية هذا النشأ على إعمال العقل وعدم الانجراف وراء الإشاعات التي يعني انتشرت بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي. طب انا مش محتاجه ده من قبل المناهج الأزهرية من هم اصغر شويه يعني اكيد طبعا يعني ده بيتطلب برضو نرجع الى دور الاسره. دور الاسره يعني مهم جدا في هذه القضيه. هي يعني عمليه متشابكه لابد ان يتكاتف فيها الجميع سواء على مستوى الافراد او المؤسسات الخاصه منها والحكوميه. ده يعني لابد من تكاتف جميع مؤسسات المجتمع. لا أتحدث عن دولة بعينها ولكن أتحدث عن مؤسسات المجتمع سواء في مجتمعاتنا الشرقية أو في المجتمعات الغربية، فإنها يعني مسؤولية يعني تحملها يعني جميع أفراد وشرائح المجتمع المختلف. أرجع لحضرتك في هذه النقطة دكتورة شماء، مسألة التخويف حضرتك رصدتيها أيضا خلال هذه الدراسة أنه بيتم عملية تخويف بشكل أو بآخر حتى داخل التنظيمات بينهم وبين بعض بين الأفراد. بس أنا استوقفني حاجة أنه على مدار السنوات الماضية منذ انتشار مسألة الاستقطاب بين الشباب بمختلف أشكالهم ومستوياتهم وحالتهم الاجتماعية، أجانب عرب مصريين، بنلاقي أنه كان في شباب ما عندوش لائقة مالية على سبيل المثال، بالعكس ناجح جدا في 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 شغله أو في دراسته أو أو أو، ولكن أيضا بيتم استقطابه حتى غير عربي. يعني هل عملية التخويف ممكن تبقى جزء من ده؟ وإمتى بيعرفوا أن هم نجحوا في استقطاب هذا الشخص أو هذا الفرد؟ تمام. بس حضرتك السؤال عايز أكثر من كبير. بالضبط. أولا عشان التخويف هم بيلجأوا ليه بعد ما بينضم الشخص وبيكتشف زيف وإدعاءات الباطلة اللي جماعات دي جذبته ليها. هو أول ما بينضم للجماعة دي بيتم طبعا أيام ما كان تنظيم داعش مسيطر على بعض المدن في سوريا والعراق كان بيتم عملية غسيل المخ بتتم عن طريق دورات تدريبية، عن طريق محاضرات، عن طريق جلسات بعد صلوات، ودي ذكرها أكثر من عدد من شخص من اللي تركوا التنظيم وانشقوا عنه. بعد ما الشخص ده خلاص هو اقتنع بالفكر، يا إما هو بيقتنع بعد ما قتل المكان ده وتبين ليه زيف الجماعات دي، ممكن يقتنع بعد الدورات اللي عملوها له. أحيانا ما بيقتنعش وبيقرر ان هو يترك الجماعه ويسيبها، خلاص هو اكتشف الوجه الدامي للتنظيم ده وان كل اللي كان الصوره الذهنيه اللي كان رسمها عن انه هيعيش عيشه كويسه جدا وانه هيلاقي فعلا المدينه الفاضله اللي كان بيبحث عنها، لا هو مش بيلاقي كده، فبيقرر ان هو ينشق. هل عندهم حريه الانشقاق؟ لا طبعا. هي دي التخويف، حريه الانشقاق دي مستحيله عندهم لان بيعقبوا على طول وما بيتهموه بالرده، مجرد ما هو بيحاول خلاص انا تكشف لي زي في هذا التنظيم فانا قررت ان انسحب عنه، لا هو ساعتها لازم يدفع ثمن هذا. وبالنسبه لهم اللي هو ايه التخويف ده، التخويف ده بيتم قتل الشخص اللي عايز ينشق بطرق مختلفه. احيانا حتى رصد مرصد الازهر ان واحد من الاراد السفر وترك هذا التنظيم كان بيتم وضع الاشواك في اظافره، كان بيتم سجنه، كان بيتم مثلا اصابته بالطلقات الناريه وعدم معالجته، بالاضافه لاسلوب الكلاب الجائعة. وده المقصود بيه ان هم بيخوفوا الناس اللي معاهم. بس ده مش بيخلي في عدم ولاء حتى وان استمر معهم، بس ما فيش ولاء كامل. في عمليات ارهابية بتتم بالضغط بالاجبار وليست بالولاء. فهو طبعا عشان كده حضرتك بتقولي ان اللي انضم للتنظيم ده في ناس انضمت وهي ما عندهاش ضائقة مالية، لان مش كل اللي انضم لتنظيم داعش هو عنده مشكلة مالية او اقتصادية، بالعكس في ناس انضمت ليه وهم ميسرين ماليا جدا، لان المشكلة زي ما قلت لحضرتك العاطفة الدينية. في ناس جذبتها ان هم فاهمين خطأ، اكتشفوا او ذهبوا للتنظيم ده بقصد نصره الدين، هم كانوا متخيلين كده، لكن ما ان توجهوا للتنظيم لا هم ما لقيوش نصره للدين، هم ما لقيوش عدل، هم ما لقوش المدينه الفاضله اللي كانوا بيرسمها لهم هذا التنظيم عن بعد قبل ما بيصلوا للمكان ده او المكان اللي فيه التنظيم، خلاص هم قرروا ان هم ينشقوا عنه. الوضع بيختلف مع السيدات والأطفال طبعا، احنا شفنا وقائع كثيرة جدا في السنوات الماضية للسيدات عايزين يرجعوا أجانب وفي صعوبة في الرجوع وتعمل عنهم ريبورتاجات ولكن عملية الاستقطاب بين السيدات والأطفال إزاي بتختلف؟
طيب اولا سيدات هم اي تنظيم محتاج لسيده زي ما محتاج للرجل، والمراه ضلع اساسي من الاضلاع اعتماد التنظيم الارهابي او بيحتاجها التنظيم الارهابي بصوره كبيره جدا. ازاي هو بيستهدف المراه او ازاي هو بيستقطبها؟ طرق كثيره جدا، يعني كل امراه تقريبا ليها اسلوب في الاستقطاب. لو قلنا ان المراه الغربيه فكان بيستقطبها بطريقه المغامره، حب المغامره. في نساء طبعا عن طريق ان انت هتصبحين ملكه لو اتيتي، انت مكانك تربيه اشبال الخلافه. وبعض النساء كان بالاغراءات الماديه والعنف الاسري اللي كان بتعاني منه هم بيحاولوا يجدوا لها مخرج ان انت هتيجي عندنا فمش هتجد العنف الاسري ده. فتعددت اساليب استقطاب المراه، ما كانتش واحده، بل العكس. لك ان تتخيل حضرتك ان في عندنا دراسه مثلا في الازهر، في مرصد الازهر، بتقول ان هم لما كانوا بيستقطبوا النساء بيراقبوا صفحات الفيسبوك بتاعتها، فبيشوفوا مثلا لو المراه دي من النساء اللي بتحب القياده فبيبداوا يحمسوها، انت لما هتيجي هتمسكي قياده اذرع من الاذرع النسائيه او لواء زي لواء الخنساء. وبعض النساء اللي بيلاقوها بتتسم بالمسالمه بيبداوا يتحدثوا معها او يلعبوا على وتر الحب. لما بتنضم اليه المراه زي ما قلت لحضرتك هي بتجد ان الحياه اللي كانت بتتمناها مش موجوده، هي منضمه عشان تخلص من عنف اسري فوجدت عنف اخر موجود. فبتضطر ان هي بترفض ده وبتبدا تتمرد. النتيجه بيكون يا اما قتلها زي ما قلت حضرتك بتهمة الردة، أو محاولة إن هم يعملوا لها غسيل مخ من خلال الدورات اللي بعد الصلوات بتقام. ولو ده ما حصلش في نساء بقى، ودي المشكلة الأكبر، اللي هي انضمت زي ما قلت حضرتك اللي أثرت في الناحية الدينية، دي أكثر النساء كانوا متشبثين بالمكوث مع التنظيم وبإتمام العمليات الإرهابية. يعني أحد المنشقين كانت بتقول إن واحدة منهم كانت بتكتب على صفحاتها على الفيسبوك مثلا أنا سعيدة بانضمامي لهذا التنظيم وإني سوجات في سبيل الله. فخورة يعني جدا. ده ذكرت كمان ان في نساء كانوا بيسرعن لتسجيل اسمائهن ضمن المنتحرات، ورصدنا عدد منها المراه اللي قامت بتفجير نفسها ما هي تحمل الرضيعه. هما السيدات دايما متحمسات اكتر من الرجاله، حتى في العاطفه العاطفه لكن النساء الغربيات مش هقدر اقول العاطفه اكتر ما اقول الناحيه المغامره. وان كان بعضهن كان حديثي عادي باسلامه ومتخيلين هو ده الاسلام، فكان بيتاثروا بالخطاب ده. قصه الاطفال ده موضوع مختلف وكبير جدا. يعني لو هنحب نتكلم عن الاطفال وتجريد الاطفال فنقدر نقسم الأطفال عند الجماعات المتطرفة لثلاث حاجات. أطفال هم أبناء المتطرفين، يعني سواء ولدوا في المكان ده اللي هو وقت سيطرة التنظيمات المتطرفة، أو أطفال هم تم تجنيدهم. ولكن أنت تخيل حضرتك إن إحنا رصدنا عدد كبير جدا من العمليات الإرهابية قام بها أطفال، عدد مش قليل حقيقي. وفي تقارير كمان بتثبت ان عام 2021 زادت العمليات الارهابيه اللي قام بها اطفال، او معلش زاد التجنيد للاطفال اكثر من 2020 بنسبه 7%. فتجنيد الاطفال عند الجماعات المتطرفه لان زي ما بقول لحضرتك هي هدفها اقامه او مثلا استعاده قوه، الحصول على مكاسب سياسيه. التعليم ولا الاسره اللي بيفرق في هذا الامر، في ان انا احافظ على طفل من الاستقطاب؟ الاثنين. الاسره نمبر 1 اهم حاجه، لان دي طبعا هي البيئه الاولى وهي نواه اللي بيخرج منها الطفل وهي اللي بيتعلم منها وبيكتسب منها اهم شيء. وللاسف لو اغفلت الاسره الدور ده، واللي بنلاقيه للاسف حتى بعض النساء تم رصد ذلك، يعني بتقول ان انا اكتشفت مؤخرا ان ابني على مواقع التواصل انضم الى التنظيم وابنها لم يتجاوز 12. فهي اكتشفت ان ابنها بتقول لو كنت اعلم قبل ذلك انا كنت هحاول ان انا ارجعه عن هذا الفكر واحاول ان انا اغير طريقه التعامل ولكن في البيت. 12 سنه. حضرتك ده في عمليه ارهابيه قام بها طفل بعد تصنيع قنبله بدائيه وكان عمره 12 سنه بعد تواصله مع تنظيم داعش عبر التليجرام. فهو وقام بالعمليه فعلا وحاول ان هو يفجر القنبله بدائيه الصنعة ديت اللي هو علمها له عن طريق التليجرام، لكن للاسف القنبله بالنسبه لهم يعني لم يتحقق الغرض تم يعني التواصل للطفل ده وافشال هذا الامر. وفي اطفال في مثلا في بعض الاماكن بافريقيا تم تاثير عليها من خلال تنظيم داعش، وثماني سنوات ودراستها عندنا برضو في احد المقالات، ثماني سنوات وسبع سنوات الطفلتان قامتا بعمليه ارهابيه واسفرت عن مقتل وضحايا. التكنولوجيا خطيره جدا يا دكتور تامر، تحديدا انه السن الصغير خلاص اصبح يتعامل مع هذا الامر على انه يعني مساله، يعني قبل التعليم هو بيعرف يتعامل مع تابز او مع كمبيوترز او حتى مع الانترنت. تنصح بايه الاهالي؟ لانه في كتير مهتمين بقصه دروس الدين في بعض الجوامع او في بعض الزوايا او وللاسف في كثير من الاحيان بيتم التاثير عليهم من خلال هذا المدخل، يعني غير طبعا السوشيال ميديا، لانه الدكتوره قالت لنا انه 80% بيتم استقطابهم من السوشيال ميديا. بس نصيحتك ايه للاهالي بالنسبه للاطفال تحديدا؟ الجانب التوعوي مهم جدا، وعشان نقدر نوعي الاسر بخطورة هذا الأمر
لابد على الجميع أن يعي ويعلم الآلة الإعلامية الضخمة التي يعني تستخدمها الجماعات الإرهابية والتنظيمات المتطرفة لاستقطاب الشباب. نجد أن يعني وسائل الإعلام وحضرتك يعني أدرى بذلك يعني تلعب دورا محوريا في تنمية الأفكار ويعني وتوجيهها في مسارات محددة. لذلك نجد أن الجماعات والتنظيمات الإرهابية المتطرفة يعني لديها آلة إعلامية ضخمة ترصد لها يعني أموال طائلة لتمويل يعني القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية والمجلات وغيرها من الوسائل الإلكترونية، بل يعني وصل بهم الأمر إلى استخدام كافة وسائل الإعلام المختلفة التقليدي منها وغير التقليدي. ونحن نتحدث عن الإعلام التقليدي، نحن نتحدث عن المحطات أو القنوات الفضائية والمحطات الإذاعية، تمكنوا بالفعل من تدشين العديد من القنوات التلفزيونية سواء في مناطق النزاع في سوريا والعراق أو في أفغانستان، كذلك أيضا دشنوا العديد من المحطات الفضائية. إذا تحدثنا عن المجلات يعني فحدث ولا حرج، نجد العديد من الإصدارات للعديد من المجلات التي تصدر باللغة العربية وباللغات الأجنبية. نجد مجلة دبق على سبيل المثال تصدر باللغة الإنجليزية، مجلة دار السلام تصدر باللغة الفرنسية، هناك أيضا مجلة القسطنطينية وتصدر باللغة التركية، هناك مجلة يعني شديدة الخطورة تسمى مجلة رومية وتصدر بثمان لغات. ومرصد الأزهر في هذا الصدد يتابع تلك الإصدارات بهدف تفنيدها وتحليلها ورصد تلك الفتاوى المغلوطة والأفكار المغلوطة التي لا تموت إلا الإنسان بالصورة. بتتعاملوا زي مع التفسيرات يا دكتور، هل بتعيدوا تفسير النص ولا بيكون شغلكم كمان على بعض الكتابات التوعوية اللي بتبعد الشباب عن مسألة التخويف من الدين يعني التطرف الشديد في تفسير النصوص؟ طبعا كما ذكرت لحضرتك سلفا ان احنا دي مهمه المرصد او مهمه وحدات المرصد الرئيسيه، وهي تتبع جميع ما تبثه الجماعات المتطرفه على مدار اليوم. للعلم هناك لجنه شرعيه مختصه بصياغه الردود الشرعيه السليمه الصحيحه المبنيه على المنهجية الوسطية المعتدلة التي تتبناها مؤسسة الأزهر الشريف. نعم جميع الرصيدون الموجودون في مرصد الأزهر على يعني دراية وإلمام شديد به، لأن يعني معظمهم خريجي من كلية اللغات والترجمة قسم الدراسات الإسلامية، ولكن هناك أيضا لجنة مختصة في مركز الفتوى داخل المركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية، مهتم أو معني بصياغة الردود أو الفتاوى. أسئلة على هذا نعم يوجد قسم داخل هذا المركز ومعني باستقبال أسئلة عبر الهاتف أو عبر الإيميل، وتلك البيانات موجودة ومتاحة على يعني بوابة الأزهر الإلكترونية يعني للجميع. إيه أكتر أفكار بتيجي لحضراتكم فيما يخص الأفكار المتطرفة؟ السؤال عن إيه؟ يعني أنا عايز أقول لحضرتك أن الجماعات الإرهابية المتطرفة يعني عندها يعني هوس بما يسمى برفض الواقع واستحضار يعني التاريخ، يعني وهذه العملية تتم يعني من خلال مجموعة من المراحل. في البداية يبدأ المتطرف أو الشخص الذي عنده يعني ميول إلى التطرف إلى يعني رفض كل ما هو موجود حوله في المجتمع الذي يعيش فيه، ويبدأ في التمرد، وبعد ذلك تعتبر هذه هي الخطوة الرئيسية أو الأولى في انضمامه وانجرافه إلى لا كنت مهتمة أكتر يا دكتور تامر. نعم. بالأسئلة اللي بتوصل لحضراتكم. نعم. عن الأفكار المتطرفة. نعم نعم يعني هي زي ما قلت لحضرتك معظمها مثلي، يعني ما أنا كنت عايز أقول لحضرتك برضو أن إحنا بتكلم على هذه النقطة بالذات، يعني مثلا قضية الحاكمية، ما هو ده جزء برضو من يعني قضية من القضايا التي تستغلها الجماعات الإرهابية المتطرفة لاستقطاب الشباب. ليه؟ من خلال هذه الحاكمية يحاولون التمرد على الأنظمة الحاكمة، بل ويعني يصل بهم الأمر إلى تكفير المجتمع الذي يعيشون فيه، بل يرفضون مجموعة من يعني يرفضون فكرة القوانين، فكرة الدساتير، فكرة الأنظمة الحالية. اللي بتشوفوها. نعم. في الشخصية اللي تقدروا تحددوا من خلالها إلى أي مدى ده شخص متطرف أو عنده استعداد هائل للانضمام للمعسكر المتطرفين أو للتنظيمات الإرهابية؟ طبعا يعني في هذه النقطة بالذات قد يعني نتحدث عن مجموعة من السمات المركزية ومجموعة من السمات العامة. إذا تحدثنا على سبيل المثال على
السمات المركزية التي تنبئ بتطرف هذا الشخص. نحن نتحدث في المقام الأول على الجمود الفكري لهذا الشخص، وهو الانغلاق الفكري عن يعني عند تعامله مع النصوص الشرعية. نجد أيضا من ضمن تلك السمات أيضا أحادية الرأي عند التعامل مع النصوص الشرعية، عدم قبول أي رؤية أخرى، بل يحاول إجبار الناس على تبني أو اعتناق ما يراه هو من خلال قراءته. نجد أنهم عند يعني تصديهم للنصوص الشرعية، سواء الآيات القرآنية الكريمة أو الأحاديث النبوية الشريفة، يحاولون أيضا اجتزاء النصوص من أجل خدمة أفكارهم واستراتيجياتهم وأيديولوجياتهم الرامية إلى يعني استقطاب الشباب، وفي نفس الوقت السيطرة على مساحات شاسعة. قد يعني هناك رواية تقول بأن هناك أياد خفية تعمل على يعني تمويل تلك الجماعات، ولكن ليس هناك يعني أدلة واضحة تؤكد على صحة هذه. هي أدلة سياسية يعني يا دكتور تامر على وجود هؤلاء يعني. هو دكتور شهماء، ايه موضوع المخدرات ده؟ مش المخدرات حرام؟ يعني احنا عارفين كده يعني، ايه بيستخدموها ازاي؟ لا، الجماعات المتطرفه بتستفيد جدا حضرتك، كل حاجه عند الجماعات المتطرفه حلال طالما الغايه حاجات كتيره جدا عندهم يعني، احنا عارفين انها حرام يعني. بس لما زي ما بقول لحضرتك، لما الضحيه ده، او مش هنقول الضحيه، العنصر الارهابي اللي تم استقطابه ده خلاص جه الدور عليه انه يقوم بعمل ارهابي، فهم بيبداوا يعبئوه معنويا بالمحاضرات اللي قلنا عليها، وحتى قبل العمليه المباشره اللي هيقوم بها الارهابيه دي بيتم في جلسه كده يكلموه عن الجنه والحور العيد اللي منتظرينه، وطبعا بالاضافه للكلام عن الفداء والتضحيه والشجاعه، واللي طبعا هو التنظيم في الحقيقه يعني. نتذكر لما قتل ابو ابراهيم القرشي، لا تضحيه ولا فداء، هو قام بتفجير النساء والاطفال مع نفسه يعني. طبعا فهم بيبداوا مع الجلسه دي بيدوه، بعد ما بيعبئوه معنويا بيبداوا يدوله حاجه زي انواع المخدرات، علشان هو لما يقوم بالعمليه الارهابيه هو بيكون مغيب العقل من كل ناحيه، هو مغيب العقل ويظن ان هو بيعمل كده من اجل الدين من ناحيه، ومن ناحيه ثانيه هم بيغيبوا العقل حسيا بان هم بيبداوا يعطوه انواع معينه من المخدرات والمحرم طبعا دوليا استخدامها. وبالفعل قدر مرصد الازهر يرصد عدد من الاخبار اللي بتتكلم على ان منتحرين وجد في اشلائهم بعض الاقراص المخدرات. فالجماعات الارهابيه لا تتوانى. انا يعني مهتمه اسالك دكتوره شماء عن الاطفال، بتنصحي بايه برضو في مصر هنا يعني للي بيتفرجوا، الحفاظ على الأطفال في سن معين من الانزلاق، والمراهقين طبعا من الانزلاق وراء هذه الأفكار، لأنه تأثير عليهم أعتقد بيكون أسهل بكثير، مفيش تشكيل لسه للوعي. ده حقيقي. طيب أنا عايزة أقول بس حاجة، لأن الجماعات المتطرفة فطنت للأمر الأطفال، فلما كان التنظيم مسيطر على العراق، بعض المدن في العراق وسوريا، لك حضرتك أن تتخيلي النظام اللي استخدمه في تغييب عقول الأطفال وقتها، علشان في المقابل إحنا المفروض نعمل إيه. وقتها حضرتك مثلا في استولى على عدد من المدارس وبدأ يغير الدروس اللي موجودة، مع طبعا حذف بعض المواد اللي شايف أنه ما بتخدمش أهدافه، وبدأ مثلا في إعطاء تعليمهم الحروف ألف أو باء بندقية وسين سيف وقاف قذيفة، فبدأ يخلوا عقولهم مغيبة بطريقة أنها خلاص هو كل تفكيره في القذائف وفي القتل وفي الدمار. حتى الدروس اللي وضعوها في المناهج، الدروس عن مثلا برضو مرصد الأزهر رصد ده في أحد الكتب، قتادة ووالده اللي هو بيذهب للمجاهدة في سبيل الله وهو بيدعي له، فهم بدأوا باللعب على أن لا، هم بيهتموا بيخلوا الأطفال بيعملوا غسيل مخ من فترة صغيرة. إيه اللي المفروض الأسر تعمله؟ لا طبعا، الطفل بيمر من أول الأسرة وحتى التعليم وحتى لازم يتم مراقبة السوشيال ميديا مع الأطفال بالذات، لأن طبعا للأسف هم بيقدروا حتى عن طريق الألعاب الإلكترونية وغرف الدردشة بيقدروا يستقطبوا عدد من الأطفال. وبرضو رصدنا قبل كده أن في أطفال كانت ستقوم بعمليات إرهابية وتم القضاء على الأمر يعني. فلازم الأسرة تهتم بده، تعليم أبنائهم تعليم صحيح. إحنا ما بناخدش الدين من الفيسبوك، لازم دي يعرفوها يعني. التعليم الدينية ما بيتعلموهاش عن طريق الفيسبوك، لكن في مراجع
المراجع دي هي المعتمدة في معرفة الدين صحيح، مش التعليم كمان في المدارس لازم بيكون فيه دور مهم جدا بيقوم به المعلم في الفصل، تشكيل وعي الطفل وعمل تنشئة اجتماعية وطنية دينية، دي مهمة جدا علشان ما يبقاش سهل السيطرة عليه وتغييب عقوله مع الجماعات المختلفة. دكتور تيمر، ازاي نتعامل مع المنشقين حديثا في سن صغير؟ نعم. التعامل يكون ازاي؟ نعم، يعني حضرتك تقصدين ايه بالمنشقين؟ يعني اللي كان منضم لجماعه او لتنظيم او حتى الفكر متطرف ورجع عن هذا الطريق. يعني من الضروري يعني احتواء هذه المجموعه من الشباب حتى لا يتم اعاده يعني تجنيدهم وسقطهم، لان هذا بيتم بالفعل وارد وبيحدث خصوصا مع الأوروبيين الذين تم انضمامهم إلى الجماعات الإرهابية وبعد ذلك قاموا بالرجوع بعد سقوط التنظيم على يد يعني قوات التحالف الدولي. فنجد أن هناك أنهم عرضة إذا لم يقوم المجتمع بإعادة تأهيل من خلال يعني إعداد مجموعة من الدورات التأهيلية من يعني علماء النفس ومن رجال الدين، لأن هذا مهم في هذه المرحلة الحرجة. أما إذا لو تركناهم قد يكون عرضة للوقوع فريسة مرة أخرى في براسن التطرف والجماعات الإرهابية المتطرفة، بل قد يعني يتحولوا أكثر شراسة مما كانوا عليه. يعني إذا كانوا هناك يعني كانوا يقاتلون إلى جانب التنظيمات الإرهابية في مناطق النزاع قد يقوم يعني بإجراء أو بإعداد عمليات إرهابية يعني أبشع وأشد شراسة داخل المجتمعات. وهذا ما كانت قد ذكرته الزميلة في بداية الحوار حول ما يطلق عليه بالذئاب المنفردة، والتي تمكنت التنظيمات الإرهابية من استقطابهم من خلال يعني الوسائل المختلفة التي يعني تستخدمها تلك التنظيمات الإرهابية، واستطاعوا بالفعل من إحداث حالة من الذعر والاضطراب داخل المجتمعات الأوروبية. لذلك هناك يعني عمل دائم من الأجهزة الأمنية للحد من هذه الظاهرة، وتمكنت بالفعل الأجهزة الأمنية في الدول الأوروبية من تفكيك العديد من الخلايا النائمة التي كانت على وشك أن تحدث ما لا يحمد عقباه داخل تلك المجتمعات. دكتور شيماء، نفس الفكرة، يعني أتعامل إزاي مع المنشقين حتى داخل المجتمع الصغير داخل الأسرة؟ والله كل بلد تعاملت بطريقة، يعني مثلا أنت حضرتك بتقولي المنشقين في الجماعة، يعني خلينا نفرق ما بين أطفال ما بين يعني شباب. بالضبط، الأطفال يعني حتى في دراسة عملها مرصد الأزهر عن عمر الأطفال، يعني في أطفال ولدوا خلال سيطرة التنظيم أو ولدوا حتى بعد انحصاري جغرافيا، في أطفال عمرهم دلوقتي مثلا في بعض المخيمات، هل الأطفال دول إيه الحل معاهم؟ لا، لازم يتم وضعهم في أماكن رعاية وتأهيلهم، لأن في بعضهم ملوش ذنب في الصراعات دي أو في الأعمال الإرهابية. يعني هو اتولد شايف إن ده طبيعي يعني. لا، وهو أصلا في بعض الأطفال اتولدت بعد انحصار التنظيم أو حتى أثناءه يعني وما قاموش بعمل إرهابي، لكن في أطفال أطفال قامت بعمل إرهابية. في علشان كده احنا بنقول إن تقريبا التعامل بيختلف من شخص لآخر. في ناس لازم يكون يقع لهم جزاء يعني ويوضعوا بعضهم في دور الرعاية، الشباب لازم حسب الجزء الجريمة بتاعتهم اللي ارتكبوها أو العمل الإرهابي اللي قاموا به بيتم محاسبتهم. عايز أرجع على فكرة إعمال العقل مرة أخرى وعدم الخوف أو التخويف من التفكير في التفسيرات أو في النصوص بشكل أو بآخر، إيه اللي يساعدنا أو يساعد إن إحنا نوجه النشأ على ده؟ يعني على سبيل المثال شكل التعليم في مصر اتغير، ما بقاش احفظ بقى فكر، لان المعلومه ببساطه ممكن اي حد يجيبها من اي حد، لكن تفكير في المعلومه هو ده المختلف، هو ده اللي بيفرق شخص عن اخر. وهل القوة الناعمه او الدراما ممكن تبقى وسيله لده؟ لان احنا شفنا كذا عمل يمكن غير أو حاول تغيير هذا الأمر بشكل طبعاً كبير. الدراما لها دور كبير جداً، وحتى في تغيير عقول الشباب وفي إنها بتدلهم على الطريق الكويس، ده مهم جداً. فقضية إعمال العقل أو إن الفرد يبدأ يعمل عقله، لا، دي لازم إحنا اللي نعلمها له، نعلمه إزاي يعمل عقله، ولازم في أدوات بيمتلكها علشان هو يفكر صح، علشان مش أي حاجة تقال له خلاص هي دي المسلم بيها وهو ده لا، هو الدين مش كده، مش كل حاجة التنظيمات المتطرفة أو غيرها حتى بينشره إن هو
ده لا ده شغل عقلك، هل الدين ممكن يقول كده؟ طب ارجع لتفسير الايات الصحيح، ارجع لي حتى في اختلاف، في اختلاف بين العلماء، فالامر مش ليس الدين جامد وليس الدين يعني بيقول لك مثلا ما تشغلش عقلك، ما تفكرش في تغير زمني، في تغير، في حاجات مثلا ليست ثابته قطعيه الدلاله قطعيه الثبوت في الاسلام، فالقطع الدلاله والثبوت خلاص هو ما فيهوش كلام، محدش هيقدر لكن في امور بتجد على المجتمع بتستدعي التفكير فيها، وهل راي الدين ايه واسقاط قديما وحديثا وما الى ذلك يعني. دكتور تامر خليني اسالك، السوشيال ميديا وسائل التواصل الاجتماعي بيئه خصبه جدا لعمليه الاستقطاب. دي حقيقه جدا. عفوا، ازاي ممكن نحصن بداية من الأطفال للشباب من فكرة الوقوع في الفخ، لأنه واضح أنه نسبة الأكبر، واضح أنه الأمر سهل جدا بالنسبة للتنظيمات، واضح أنه اللي بيتعامل من الجهة الأخرى مش متخيل ممكن يقع في هذا الفخ. نعم، كما ذكرت لحضرتك أن هي مسؤولية تقع على عاتق الجميع، بدءا من الأسرة، فالمدرسة، من خلال تكاتف كافة المؤسسات كما ذكرت سلفا، ده مهم جدا حتى يعني يتنبه الجميع من خطورة ما يبث حول وسائل التواصل الاجتماعي، باعتبارها هي يعني من أهم الوسائل التي يعني تستخدمها التنظيمات الإرهابية المتطرفة. بل علينا أن نعلم جميعا أن التنظيمات الإرهابية والجماعات المتطرفة يعني على دراية كاملة بأن يعني استخدام شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة تتفاوت من بلد لآخر. يعني وفقا لبعض الدراسات نجد أن يعني تنظيم داعش على سبيل المثال يكثف من حملات الإعلامية على موقع تويتر في دول الخليج وفي الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من الشبكات الأخرى، نظرا لدراياتي على أن هذه الشبكة أو هذه الوسيلة أكثر منها استخداما من غيرها مثل الفيسبوك. لذلك لابد من يعني إعمال يعني حملات توعوية على كافة الأصعدة حتى نوعي الشباب من خطورة التطرف ومن خطورة الجماعات الإرهابية، ولما لا من نشر نماذج لهؤلاء المنشقين. وهذا ما قامت به وحدات اللي يعني عايز يتواصل الأزهر. معكم يا دكتور يتواصل ازاي؟ احنا عندنا طبعا عبر بوابة الأزهر الإلكترونية وعبر موقع مرصد الأزهر على فيسبوك وعلى تويتر، هناك وسائل التواصل سواء من خلال الإيميل أو من خلال الهاتف، وعلى استعداد كامل على مدار الساعة كما ذكرت رد سريع بقى ولا طبعا بالفعل احنا عندنا يعني ورديات على مدار الساعة وعلى استعداد كامل استقبلوا أي مواضيع. بالطبع، لأن احنا بفضل الله احنا عندنا يعني متخصصين في كافة المجالات فيما يخص هذه النقطة بالذات، الجماعات الإرهابية المتطرفة والأفكار المغلوطة التي تبثها من حين لآخر لاستقطاب الشباب إلى صفوفهم. أنا بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا ضيوفي الكرام، دكتورة شيماء سيد عباس المدرس المساعد بجامعة الأزهر، ودكتور تامر عويس الباحث بوحدة الرصد باللغة الإسبانية بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، وأنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا على حسن المتابعة، إلى اللقاء.